ازاي فعلا نوصل لبشره برونزيه جميله ونحافظ على جلدنا. الاول انا بقول مبروك لمصر، النهارده يوم مش عادي، يوم حلو، افتتاح مشروع قناه السويس الجديد. مبروك لمصر ومبروك علينا كلنا، يوم تاريخي في تاريخ يوم تاريخي طبعا. انا يعني مبسوطه قوي ان انا النهارده معاكم في اليوم ده. اول حاجه بنتكلم على اللون البرونزاج، ازاي ناخد لون برونزاج حلو ومن غير ما ناذي جلدنا. يعني الناس اللي هي مش عايزه تستعمل يعني او عايزه تاخد لون فتره مؤقته وخلاص وهي خارجه خروجه، ممكن تستعمل كريم حمايه من الشمس لو لون تان قريب من لون بشرتها، يديها اللون ولما بترجع بتشيله وخلاص، بيعمل لها بروتكشن من اشعه الشمس وفي نفس الوقت بيديها لون مؤقت. طيب ده هي للناس اللي هي عايزه اللي ما راحوش المصيف وقاعدين وبيخرجوا عايزين يبقوا برونز وعايزين يبقوا. الناس اللي هي عايزه تاخد لون لفتره مؤقته فممكن يستعملوا حاجات اسمها اوتو برونز. دي بتبقى بتدي فيها ماده معينه بتتحد مع لون الجلد وبتدي له لون برونزي بيقعد لمده 10 ايام وبعد كده بيروح. دي ليها درجات برضو زي لا أي دي ملهاش، لان دي بتتحد مع لون مع الجلد نفسه جلد البشره وكل واحد وبتدي حسب اللون ده بشرته. بقى على حسب، لو كل واحد بقى بياخد اللون اللي هو على حسب لونه الاصلي يعني. وبتقعد 10 ايام لان الخلايا بتتجدد هي نفسها وبتبتدي بعد كده تيجي خلايا جديده باللون العادي بتاعه، فده بيقعد لمده 10 ايام وبيروح. نيجي بقى اللون بقى، الناس اللي هي عايزه تاخد لون لفتره طويله فبيستخدموا حاجه اسمها برونز. دي ماده طبيه بتتحط برضه على الجلد، بس دي بتعمل تنبيه للخلايا الملونه انها تكون لون اكتر او صبغات اكتر. فدي بتدي لون ممكن يقعد لمده 6 شهور على بال ما يروح تاني. وبتعملها في كام جلسه يعني؟ هي مره واحده، هي ده الحاجات اللي انا بقول عليها. قاعده في الشمس بتحطه بالظبط وهي قاعده في الشمس في اوقات معينه ولا في اي وقت؟ انا عموما بفضل ان هم يستعملوه في فتره، ما بحبش قوي ان هي وقت ما الشمس تبقى حاميه، اللي هي اللي هي من 12 او 1 لحد الساعه 4. ما بحبش كده. هو فتره الصبح وفتره بعد الساعه 4 بالظبط يا دكتوره حبيب. اللي هي من اول ما الشمس بتطلع لحد الساعه 11 بعد الصبح، بعد شروق الشمس او من بعد الظهر من الساعه 4 لحد ما الشمس تغرب. ده بيدي لون وفي نفس الوقت ما بيعملش حروق للشمس وبيقعد 6 شهور. وبيقعد 6 شهور وبيدي كمان اهم حاجه ان هو بيدي لون زي بعضه، يعني ما بتبقاش حته فاتحه وحته غامقه، بيبقى كله لون واحد متوزع. يعني واحد لان في مشكله ان الواحد لما بيبقى بيتعرض للشمس غير ما ياخد حمايه كفايه ان يبقى عنده بقع او عنده حتت افتح من حتت او حتت اغمق من حتت، ودي بنشوفها الناس كتير قوي اللي هم بيستعملوا التانينج اويلز. التانينج اويلز بتعمل حروق للشمس، بتعمل بقع بعد كده، فدي من الحاجات اللي هي مش مستحبه قوي يعني احنا بالظبط. وبعد كده تيجي تحط ميك اب او عندها مناسبه بتبقى طبعا بقى. صعب جدا ان هي تحط عليها مكياج، بتبان زي الحروق.